السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غادي نقدم لكم كلاص ثلاثة ديال النكهات، كيجي لذيذ وبكمية اللي هي كثيرة. غادي نحتاجو في المقادير عندي جوج علب ديال كريم كلاصي بالنكهة ديال الفاني، فيه 120 غرام. غادي نحتاج جوج ديال العلب، غادي نحتاج معاهم نص لتر ديال الحليب اللي تيكون بارد مزيان، جوج علب ديال ياغورت بالنكهة ديال الفاني او طبيعي بدون اي نكهة، علبة واحدة ديال الحليب مركز محلى اللي طيبته حتى صبح على شكل كراميل. الان باش نسمو الكلاص غادي نحتاجو كيس واحد نص سكر فاني فيه 7.5 غرام، جوج اكياس ديال الكاكاو المر من النوع الجيد الخاص بالحلويات فيه 7 غرام، غادي نحتاج جوج ديال الاكياس. واخر شيء غادي نحتاج نص كاس او 9 معالق كبار ديال السيرو ديال الرمان. الان غادي نبداو على بركه الله في الطريقه. في واحد الاناء اللي كيكون نقي بطبيعه الحال وكنكونوا مسحناه مزيان من الماء وما يبقاش فيه الماء، غادي نديرو جوج ديال العلب ديال كريم كلاصي بالنكهه ديال الفاني، كل علبه كتحتوي على 120 غرام. هنا دائما باش تطلع لينا هاد الكريمه مزيان وتجينا ناجحه كيخص الحليب يكون بارد مزيان، ضروري انكم تحطوا واحد 4 ديال الدقائق في المجمد حتى كيكون برد مزيان، عاد كنخدموا به هاد البودره هادي. غادي نضيف العلبه الثانيه. هاد الكلاص هذا كنتمنى انكم تجربوه، راه ساهل واقتصادي وكيجي لذيذ بزاف. الان غادي نضيف عليهم نص لتر ديال الحليب اللي تيكون بارد مزيان. هنا ما كنحتاجوش اننا نضيفو السكر، بالنسبه للكريم كلاصي راه فيه السكر، كنكتفيو فقط بالحلاوه اللي كاينه في هاد الكريم هذا. بعد كنطربو الخليط بالطراب الكهربائي على سرعه اللي كتكون متوسطه حتى كيبدا يعقد، من بعد كنزيدو في السرعه ديال الطراب حتى كيطلع لينا الخليط وكيضاعف الحجم ديالو بهذا الشكل هذا. الان غادي نضيف عليه بعد ما كيضاعف الحجم ديال الخليط مزيان وكيعقد، غنضيف عليه جوج علب ديال ياغورت بالنكهه ديال الفاني اولا ياغورت مسوس بدون اي نكهه، وغادي نعاود نطرب الكل مزيان. الان غادي نضيفو بعد ما ضفنا الياغورت وطربنا مزيان الكل، غادي نضيفو الان علبه من حليب مركز محلى اللي طيبته، كنطيبوه في الكوكوط او في طنجره وكنسدو عليه المده ديال 40 دقيقه حتى كنخليوه حتى كيبرد مزيان، عاد كنضيفو على الكلاص ديالنا وغادي نعاودو نطربو الكل مزيان. بعد ما كنطلعوا الكريم ديالنا مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالو بهذا الشكل هذا وكيصبح عقد، كنقسموه على 3 ديال الاجزاء اللي غادي نسموه، كل جزء غادي نسموه بالنكهه اللي بغيتو حسب الاختيار ديالكم. الان كنجيبوا الجزء الاول كنضيفوا عليه السيرو ديال الرمان، نص كاس ديال السيرو ديال الرمان اللي كيكون حتى هو بارد اولا 9 معالق كبار عامرين، كنبقاو نضيفو حنا كنطربوه حتى كنحصلو على اللون اللي بغينا، كيعطي اللون وكيعطي النكهة ايضا. الان بعد ما كنطرب الجزء الاول مع السيرو ديال الرمان كنحصل عليه بهذا الشكل هذا، كنخليوه على جنب وكندوزو للجزء الثاني باش نضيفو له النكهة ديال الكاكاو. غنضيفو له جوج اكياس من الكاكاو المر الخاص بالحلويات، غنضيف الكيس الاول، كل كيس هنا فيه 7 غرام، وغادي نطرب مزيان حتى كينسجم مع الكريمه، من بعد كنعاودو نضيفو الكيس الثاني. ولا بغيتو تزيدو حتى انكم تزيدو من النكهه ديال الكاكاو تزيدو تبينوها مزيان ممكن تضيفو حتى 3 ديال الاكياس. الان غادي ندوزو الجزء الثالث اللي هو بالنكهه ديال الفاني، باش نزيدو نخرجو هذيك النكهه ديال الفاني غنضيفو ليه كيس واحد من السكر فاني 7 غرام. الان كنجيبو واحد الطبسيل او طبق ديال التقديم اللي غادي نقدمو فيه الكلاص ديالنا، كندير فيه واحد الاطار اللي كيتفتح من الجناب، هذا الاطار هذا كيمكن لينا نصغروه او نكبروه حسب القياس اللي بغينا، اولا كتستعملو هذاك المول اللي كيكون دائري وكيتفتح من الجناب. الان كنجيبو الجزء الاول ديال الكلاص اللي هو بالنكهه ديال الفاني وغادي نديروه من التحت، غادي نصبوه في القاعده ديال المول او الاطار ومن بعد غادي نبسطوه مزيان.
كتبداو بالنكهه اللي بغيتو حسب الاختيار ديالكم. دابا غادي نقادها مزيان بالتساوي في القالب، وغادي نغطيها مزيان وندخلها للمجمد حتى كتجمد لي الطبقه الاولى. دابا بعد ما جمدات لي الطبقه الاولى غير كتماسك واحد شويه وصافي كنخرجوها. هنايا حسب الاختيار كيبقى اختياري، كتجيبوا شي ديال اللوز مهرمش وغادي نرشو هكا من الفوق الطبقه الاولى بهذا الشكل هذا، قبل ما ندير فوق منها الطبقه الثانيه. هنا كديروا اللوز او كديروا الكركاع او قطع ديال الشكلاط حسب اللي متوفر عندكم. دابا كنجيبوا الطبقه الثانيه اللي هي الشكلاط وكنصبوها فوق من الطبقه الاولى اللي جمدات لينا، حتى هي بنفس الطريقه. غادي نقادها مزيان بالتساوي، غادي نغطيها وغادي نعاود ندخلها للمجمد حتى كتقبط راسها، وكنخرجوها كنديروا فوق منها الطبقه الاخيره ديال الكلاص. الان بنفس الطريقه بعد ما كيجمد ليا الكلاص ديالي الطبقه الثانيه ديال الشوكولات، كندير فوق منها لوز مهرمش او الكركاع وكنصبو فوق منها الطبقه الثالثه والاخيره ديال الكلاص اللي منسم بالنكهه ديال الرمان، بالسيرو ديال الرمان، اولا كديرو اي نكهه بغيتو. كنقادها مزيان بالتساوي، حتى هي غادي نغطيها، نغطيوه مزيان، ضروري تغطيوه مزيان، وكتدخلوه للمجمد كتخليوه من الاحسن لمده ديال ليله كامله. الان بعد ما خرجت الكلاص ديالي من المجمد خليته بات لمده ليله كامله. بالنسبه للطريقه باش غنحيدو، كنجيب السكين وكندوزو هكا من الجناب غير بشويه، وكندوزو غير بالمهل باش ما نخسروش ليه الشكل ديالو. كندوزو من الجناب مزيان، من بعد كنفتح الاطار ديالي بكل سهوله كيتزول ليا منه الكلاص بهذه الطريقه. هذه درتو هذاك القالب اللي تيتفتح من الجناب حتى هو راه بسرعه كيزول منه. صافي وكنحصلوا عليه بهذا الشكل هذا. كنحصل على ثلاثه ديال الطبقات، كيجي زوين بزاف في المنظر وحتى في المذاق ديالو. بعد كنزينو حسب الاختيار. انا هنا زينتو بشويه ديال الحبيبات ديال الشكلاط، كيجي لذيذ بزاف، رائع جدا. حتى الاطباق فاش غادي نقدموه من الاحسن كندخلوه للمجمد واحد العشرة ديال الدقائق عاد كنخرجهم وكنقدمو فيه الكلاص ديالنا باش ما كيدوبش لينا بسرعه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا معايا في القناه الى كنتو باقي ما مشتركينش، وما تنساوش تضغطوا على الجرس اللي كاين حدا زي الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد، وشاركوه مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش تشوفوا الفائده. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.